يا مرحبا، في فيديو اليوم رح نسوي زينة مفرش بطريقة مرتبة وجميلة. حنبدأ أول شي بخمس غرز سلسلة وبعدين نقفلهم بغرزة منزلقة. السطر الأول حنسوي 3 غرز سلسلة وبعدين حنسوي 20 غرزة عمود بلفة وفي النهاية نقفلها بغرزة منزلقة. السطر الثاني حنسوي 3 غرز سلسلة وكمان غرزة سلسلة زيادة، يعني 4 غرز سلسلة. بعدين حنسوي غرزة عمود بلفة وبعدين نسوي غرزة سلسلة بعدين غرزة عمود بلفة بعدين غرزة سلسلة ونعيد بنفس الطريقة لنهاية السطر. السطر الثالث حنسوي 3 غرز سلسلة وبعدين حنسوي غرزة عمود بلفة لين نهاية السطر. في السطر الرابع حنسوي غرزة سلسلة في البداية وبعدين حنسوي غرزة حشو حتى نهاية السطر.
في السطر الخامس حنسوي تضييق 3 غرز عمود بلفة بغرزة واحدة، وبعدين حنسوي 3 غرز سلسلة ونعيد مرة تانية نسوي تضييق 3 غرز عمود بلفة بغرزة واحدة لين نهاية السطر. في السطر السادس حنسوي 3 غرز سلسلة وبعدين نسوي غرزة عمود بلفة حتى نهاية السطر.
السطر السابع حنبدأ بغرزة واحدة سلسلة، وبعدها نسوي غرزة حشو حتى نهاية السطر. السطر الثامن 3 غرز سلسلة، وبعدين غرزة عمود بلفة لين نهاية السطر. السطر التاسع كمان حنبدأ بغرزة واحدة سلسلة، وبعدين حنسويه كله حشو حتى نهاية السطر. في السطر العاشر حنسوي 3 غرز عمود بلفة بتضييق غرزة واحدة، وبعدين 3 غرز سلسلة إلى نهاية السطر.
في السطر الـ11 حنبدأ بثلاثة غرز سلسلة، وبعدين نسوي أربعة غرز عمود بلفة، وبعدها نسوي غرزة واحدة حشو، يعني حنسوي أربعة غرز عمود بلفة وغرزة حشو، أربعة عمود بلفة وبعدين غرزة حشو حتى نهاية السطر. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يا رب يكون عجبكم واستفدتم منه.